إذا علم المسلم وجوب اتباع السنة وخطورة مخالفتها والإعراض عنها ووجوب الانقياد لأمر الله ورسوله في كل أمر صغير أو كبير أفاده ذلك فوائد، وذلك أن يطلب من العلم ما يكون سبباً في معرفته للحق ومعرفته بالباطل حتى يستقيم على الحق ويحذر الباطل، وأن يحذر كل الحذر من ترك الحق لا سيما بعد العلم به، لأن من ترك الحق وقع في الباطل، وأن يحذر من الزيغ وأسبابه، وأن يكون داعيةً إلى الله تعالى، داعيةً إلى لزوم السنة وتحكيمها في كل أمر صغير أو كبير، وذلك بالعلم والبصيرة، وأن يكون شديد التضرع لله جل وعلا، أن يثبته على السنة والجماعة، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حين يلقى الله. ألا فتمسكوا عباد الله بأمر الله. في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة.